مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج منشأة صحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشأتات كبريات الصحف المحلية والدولية. بعد هذا الفاصل مباشرة سأبدأ معكم من صحافتنا المحلية. بداية مشاهدينا نرحب بالصحفي البرلماني رشيد الفعم، اهلا بك استاذ رشيد. حياكم الله، اهلا وسهلا. ونستهل جولتنا بخبر من صحيفة الصباح حول توزيع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جدول أعمال الجلسة العادية العلنية التي تنعقد يومي غدا وبعد غد، حيث ستكون جلسة الأربعاء امتدادا لجلسة الثلاثاء. وفي صحيفة الرأي نقرأ هذه العناوين الصحية: أعداد العناية وأجنحة كوفيد ما زالت منخفضة، المنظومة الصحية تواجه أوميكرون بجدارة، ثبات إيجابي في المؤشرات رغم ارتفاع الإصابات، الإصابات اليومية كسرت حاجز 100 منذ 22 من ديسمبر واستمرت بالارتفاع، وأعداد العناية المركزة بقيت تتراوح بين 4 و6 أجنحة كوفيد بين 15 و27، لم تسجل سوى حالتي وفاة خلال 12 يوما الأخيرة. وزارة الصحة نجحت بمضاعفة أرقام متلقي الجرعة الثالثة. الخارجية للمواطنين: أجلوا سفركم لأن الدول قد تفرض إغلاقات. دعوة المواطنين في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا إلى مغادرتها. الدكتور عبد الله السند: الجرعة التعزيزية بموعد مسبق لمن هم دون 50 عاما. تحت هذا العنوان تناولت صحيفة النهار إعلان وزارة الصحة أنه سيتم تقديم الجرعة الثالثة التعزيزية من لقاح كوفيد-19 لكل من تجاوز 50 عاما في مراكز التطعيم مشرف وجسر جابر ومركز شباب جليب الشيوخ دون موعد مسبق. باحثون في دسمان لصحيفة الأنباء: الأجسام المضادة لكورونا تنخفض سريعا بعد 150 إلى 200 يوم من الجرعة الثانية، مما يؤكد أهمية التعزيزية. أجروا دراسة متخصصة على أكثر من 1500 شخص ممن تلقوا اللقاح، وأيدت نتائجها إعطاء أولوية للتطعيم إذا شحت الإمدادات لمن لم يصب بالعدوى. صحيفة الوسط تناولت إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة تعميما بتخفيض سعر فحص البي سي آر ليكون بحد أقصى 9 دنانير، وذلك اعتبارا من 2 يناير 2022. وفي صحيفة الكويتية نقرأ: دعوة القنصلية العامة لدولة الكويت بجدة اليوم الأحد المواطنين الكويتيين المتواجدين في جدة والمنطقة الغربية إلى ضرورة الالتزام التام بالإرشادات والبروتوكولات والتدابير الصحية في المملكة العربية السعودية الشقيقة حفاظا على سلامتهم. أما في صحيفة القبس كتبت أنه مع إغلاق باب تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر والحادي عشر، أعلن مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش العقيد ركن بحري محمد أبو العوضي أن عدد اللواتي سجلن رغبتهن في موقع وزارة الدفاع بلغ 418 متقدمة. إذن مشاهدينا، الآن ننتقل إلى متابعة ما جاء في الصحف العربية والدولية. مستجدات الساحة المحلية ورصد متواصل لأحداث العالم، تغطيات مستمرة على مدار الساعة وبرامج متنوعة تشمل مجالات مختلفة، كل ذلك وأكثر في الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأخبار والبرامج السياسية بحلته الجديدة. الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة الخليج شكل موضوعا بارزا
بصحيفة ميدل إيست آي فتحت عنوان دول الخليج العربية في حالة تأهب لمزيد من الأمطار الغزيرة. كتبت الصحيفة أن السلطات في عدة دول خليجية جددت تحذيراتها من طقس الأحد مع هطول أمطار غزيرة على مدى عدة أيام في المنطقة القاحلة عادة، وأشارت إلى أن دول الخليج عادة ما تشهد فصول شتاء معتدلة باستثناء فترات نادرة وقصيرة من الأمطار الغزيرة بين نوفمبر ويناير. أبرز عناوين الصحف الأمريكية نتابعها الآن مع مراسلتنا في واشنطن داليا الكومي. صباح الخير زملائي الأعزاء، استوديو منشأة الصحافة، وصباح الخير على مشاهدينا الكرام. مرة أخرى أصحابكم في جولة لأهم ما تناولته كبريات الصحف والمجلات الأمريكية على مدار هذا الأسبوع، ونستهل جولتنا بصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية والتي عنونت تصريحات دكتور أنتوني فاوتشي الخاصة بتفكير مسؤولي الصحة الأمريكية بالتوصية بأن يخضع الأمريكيين لاختبار فيروس كوفيد-19 قبيل العودة إلى العمل بموجب بروتوكول العزل المختصر الذي قدم مؤخرا، في محاولة لتخفيف بعض النقص في الموظفين الذي يؤثر على شركات الطيران وتجار التجزئة والصناعات الأخرى. قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن بعض الأمريكيين المصابين يمكن أن يتركوا العزلة عقب 5 أيام، أي نصف المدة التي تم التوصية بها سابقا، فيما أعربت بعض النقابات عن قلقها من أن العمال قد يتعرضون للضغط من أجل القدوم إلى العمل مبكرا وهم مرضى، وخاصة أولئك الذين لا يقدم لهم أصحاب العمل إجازة مرضية مدفوعة الأجر. النيويورك تايمز تناولت أحد الموضوعات الأكثر اتساقا لعام 2021، وهو تحديد الشركات مواعيد العاملين للعودة إلى المكاتب فعليا فقط لتقوم بالتأجيل مرة أخرى. كانت بنوك وول ستريت تخطط لاستثناء ملحوظ للعودة إلى أن دفع متحور أوميكرون وزيادة الحالات في نيويورك العديد من البنوك إلى إخبار الموظفين الذين كانوا بدأوا بالفعل في العودة إلى المكاتب بالعودة إلى ديارهم. وقد أرجأ بعض أرباب العمل والشركات فرض تفويضات اللقاحات الخاصة بهم بسبب المعارك القانونية والعدد المتزايد من حالات الإصابة بالفيروس. نختتم جولتنا بصحيفة USA Today والتي حذرت من خلال مقالها الافتتاحي أن الولايات المتحدة تتخطى 2 مليون حالة في أسبوع واحد للمرة الأولى منذ بدء الوباء، محطمة بذلك رقما قياسيا آخر مع ارتفاع متغير أوميكرون في جميع أنحاء الولايات. تجاوزت حالات الإصابة بكوفيد-19 البالغ عددها 2.49 مليون خلال الأسبوع الماضي، الرقم القياسي السابق والذي كان قد بلغ 1.7 مليون حالة من 3 إلى 9 من شهر يناير 21. وفقا لتحليل USA Today لبيانات جونز هوبكنز، ارتفعت الحالات على الصعيد العالمي أيضا بنسبة 61% مقارنة بالأسبوع السابق، وتقترب من 14 حالة في الثانية. تضاعفت الحصيلة العالمية أيضا في غضون أسبوعين تقريبا. شكرا لحسن متابعتكم، أعود بكم مجددا لاستوديو منشأة الصحافة. كانت معكم داليا من العاصمة الأمريكية واشنطن، دمتم في أمان الله. نشكر مراسلتنا من واشنطن داليا الكومي على استعراضها لأبرز ما جاء في الصحف الأمريكية. صحيفة إندبندنت الإنجليزية تتساءل لماذا قد يكون عام 2022 مليئا بالمخاطر، من تايوان إلى ليبيا إلى الولايات المتحدة، يمكن أن تنتشر النقاط الساخنة العالمية في عام 2022. وقالت إنه وفقا لبرنامج أبسالة لبيانات النزاعات، فإن هناك المزيد من النزاعات المسلحة التي تختمر في أماكن حول العالم أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، حتى في الوقت الذي أدى فيه الوباء العالمي إلى تقلص الاقتصادات وتدمير سبل العيش، توسعت مبيعات الأسلحة العالمية وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. أستاذ رشيد، هل نتوقع مزيدا من الانفجار في النقاط الساخنة حول العالم هذا العام، أم أنه سيكون عاما هادئا؟
طبعا انا اعتقد ان يعني جائحه كورونا وضعت العالم في حيز معين في زون معين وهي مكافحه هذا الوباء. واعتقد ان مع العوده يعني الخفيفه نوعا ما يعني من ناحيه انتشار هذا الفيروس من جديد عبر متحوره الجديد اوميكرون، سيضع عام 2022 ايضا يعني عام مختص في مواجهة هذا المتحور. لذلك أعتقد عام 2022 لن تكون هناك أيديولوجية عسكرية أو حربية جديدة، لن تكون هناك يعني اضطرابات أو مغص سياسي عالمي. 2022 أعتقد أننا مقبلون على جرعة رابعة كما أكدت مراكز البحوث الطبية سواء الإنجليزية أو غير الإنجليزية. نحن مقبلون على متحور يعني رابع. اعتقد اننا لن يفضى هذا العام الا بمزيد من يعني الكثير من اللقاحات المتعلقه بالمتحورات الجديده. لذلك عام 2022 لن يكون عام يعني صراع سياسي عالمي، بل سيكون صراع من اجل مواجهه هذا الوباء ومن اجل ايضا وضع الدراسات اللازمة للانتهاء أو وضع يعني خط نهائي لانتشار المتحورات الجديدة. نعم، لكن أستاذ رشيد يعني حتى في ظل يعني وجود كوفيد 19 ومتحوراته هناك الكثير من النزاعات حول العالم، يعني ما زالت هناك توجد يعني أزمات سياسية في بعض الدول. برأيك أي أزمة سياسية ممكن أن تكون هي الأزمة الأساسية في عام 2022 حسب يعني توقعاتك؟ أنا أعتقد أن الأزمات السياسية هي مستمرة ولم يعني تتوقف يعني بسبب جائحة أو بسبب الأزمات السياسية ما بين الصين والولايات المتحدة، العلاقة ما بين يعني أوكرانيا وروسيا، العلاقة الوضع في فلسطين المحتلة، الأمور الوضع في يعني كثير من الدول سواء في شرق آسيا أو في أفريقيا هي يعني مستمرة من يعني ما يقارب 10 سنوات ماضية، ولكن هي تمرض ولا تموت. أعتقد أنها مرضت في العام الماضي وفي هذا العام وستعيد يعني إحياءها من جديد في عام 2023. نعم. أما صحيفة وول ستريت جورنر ترى أن الرابح فيما جرى في أفغانستان هم المستثمرون الخاصون، موضحة أن الجيش الأمريكي أنفق 14 تريليون دولار خلال عقدين من الحرب وخسرت حمتها التي استمرت 20 عاما لتغيير أفغانستان، لكن الذين استفادوا من تدفق الأموال الحكومية يتنوعون من كبار مصنعي الأسلحة إلى رواد الأعمال. وأوردت الصحيفة أمثلة لمقاولين بدأوا من القليل وصارت معهم الملايين والمليارات. أستاذ رشيد، إلى أي حد تتفق مع ما ذهبت إليه صحيفة وول ستريت؟ أعتقد أن ما مرت فيه أفغانستان خلال ما يقارب 40 عام من عام 79 حتى هذا العام هو مخاض عسير فيما يخص سواء بدايتها الحرب الروسية الأفغانية ومرورا بالحرب الأهلية حتى وصولنا إلى هذا العام. كانت هي أرض خصبة لصناعة الكثير من يعني التجارات المختلفة سواء على مستوى الأسلحة وعلى مستوى الأمور المتعلقة في المخدرات وإلى آخره، ولكن على رأس تلك التجارة هي بلا شك تجارة الأسلحة. نحن نتحدث الآن عن سوق في قندهار، سوق مختص في بيع وتجارة الأسلحة، هو سوق معلن. هذا يعطي دلالة ويعطي إشارة على أن تجارة الأسلحة كما ذكر التقرير، وهو ليس بتحليل، هو تقرير واضح يعني من صحيفة وول ستريت، أن هناك تجارة أسلحة. نعم هناك تجارة أسلحة وصل بها أن يعني يصل رأس مال تلك الأسلحة كما وضع هذا التقرير 700 مليون دولار في عام واحد، وهذا رقم جبار جدا ورقم كبير يؤكد على أن هناك فعلا تجارة أسلحة حية ومخاض من أجل الاستمرار في مثل هذه التجارة الذي وصل بأفغانستان الحال في أن يكون هناك سوق في قندهار ببيع وتجارة الأسلحة، بالإضافة إلى الدعومات التي كانت خلال يعني الأعوام الماضية من قبل الولايات المتحدة ومن قبل بعض الدول يعني لأفغانستان أو لحركة طالبان أو للحكومة الأفغانية السابقة أو لغيرها. هذا أيضا فرش أرضية
لوضع يعني الأسلحة على أرض الواقع وبيعها وتجارتها. لذلك مثل هذا التقرير هو تقرير فعلي، ويعني اطلعنا عليه في أكثر من جانب، وصل إلى أن هناك بيع أسلحة حية لصغار سن، وهذا يؤكد أيضا على أن أفغانستان مقبلة على 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 أمر غير معتاد، لربما يفضي بحرب أهلية خلال الأعوام المقبلة. نعم، نتمنى أن يكون يعني السيناريو المقبل يعني أقل سخونة فيما يحدث الآن في أفغانستان من تجارة أسلحة وغيرها. خبر آخر في صحيفة فورين بوليسي تتحدث عن انتخابات تستحق المتابعة في عام 2022، وعلقت بالقول: من المقرر أن تجلب منافسات العام المقبل حسابات شعبوية وصداع برلماني وأزمة ديمقراطية محتملة أو اثنتين في الولايات المتحدة، حيث الحملات الانتخابية غير محدودة مؤقتا ويبدو موسم الانتخابات ثابتا. يركز السياسيون والمراقبون على حد سواء بالفعل على الانتخابات التشريعية النصفية لعام 2022 المقرر إجراؤها في نوفمبر من العام المقبل، لكن في بقية العالم قصة مختلفة. من كولومبيا إلى البوسنة والهرسك إلى كوريا الجنوبية، عام 2022 مليء بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يمكن أن تعيد تشكيل الأنظمة السياسية لهذه البلدان بشكل أساسي. وفي ولاية أوتار براديش الهندية سيقرر سكانها البالغ عددهم 200 مليون نسمة ما إذا كان حزب بهاراتيا جناتا الحاكم سيبقى في السلطة هناك لمدة 5 سنوات أخرى. أستاذ رشيد، يعني انتخابات مهمة هذا العام لعدد من البلدان، لكن هل فعلا بعضها قد يغير أنظمة الحكم كليا؟ طبعا لن تكون هناك تغيير جذري لأنظمة الحكم، هناك تغيير في الشخص وليس تغيير في الأيديولوجية السياسية أو التعاطي السياسي مع الولايات المتحدة. ما يغير الواقع السياسي الولايات المتحدة هي الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس، وأعتقد أننا مقبلون على تغيير فعلا الانتخابات الرئاسية وانتخابات النصف يعني سنوية للكونغرس. نحن نتحدث عن يعني وصول شخصية من حزب الجمهوري في ولاية فيرجينيا، وهذا يعطي مؤشر على أن الحزب الديمقراطي يعني يمر بمرحلة صعبة أو بمرحلة يحتاج إعادة ترتيب الأوراق. أعتقد أن ضعف شعبية بايدن في آخر استفتاء في يعني سبتمبر الماضي، والتي وصل بها إلى أقل من 40% لشعب القلق، يعني كضعف لشعبية بايدن، هذا أيضا يؤكد على أن هناك يعني تغيير في النمط السياسي الأمريكي. لذلك مثل البلدان التي ذكرت أختي العزيزة في أو مثل ما ذكر هذا الخبر في البوسنة والهرسك أو في الهند وكذا، نعم هناك تغيير في الشخوص، ولكن لن تكون هناك تغيير في الأيديولوجية العامة للتعاطي السياسي للولايات المتحدة مع تلك البلدان. ما يغير الواقع السياسي الأمريكي هي الانتخابات الرئاسية وهو الكونغرس الأمريكي. نعم. نعم، إذن أنظمة الحكم ستبقى ثابتة أستاذ رشيد، ولكن الشخوص هم برأيك من سيتغيرون في هذه الانتخابات. أما صحيفة الجارديان أفادت بأن مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن المتحور أوميكرون من المرجح أن يصيب الحلق أكثر من الرئتين، وهو ما يعتقد العلماء أنه قد يفسر سبب كونه أكثر عدوى ولكنه أقل فتكا من المتحورات الأخرى من الفيروس. وقال دينان بيلاي أستاذ علم الفيروسات في جامعة كوليدج لندن أنه من حيث الجوهر يبدو أنه أكثر قدرة على إصابة الجهاز التنفسي العلوي، الخلايا الموجودة في الحلق، لذلك سوف يتكاثر في الخلايا هناك بسهولة أكبر من الخلايا العميقة في الرئة. عنوان آخر عن كورونا نقرأه في صحيفة الأهرام: الولايات المتحدة المراهقون يساعدون في زيادة موجة الإصابة بكورونا. قالت سلطات الصحة العامة على مستوى الولايات المتحدة إن المراهقين والبالغين الأصغر سنا يساعدون في زيادة موجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة أعدادا قياسية من حالات الإصابة اليومية بالفيروس مدفوعة بمتحور أوميكرون شديد العدوى. وأشارت السلطات إلى أن الارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد 19 بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما في الولايات المتحدة يتزامن مع زيادة في الحالات بين الأطفال الصغار وزيادة مقلقة في مستشفيات الأطفال.
أستاذ رشيد، دراسة تقول أن أوميكرون يعني أقل شراسة لكنه أسرع انتشاراً في أمريكا بين المراهقين، يعني وأنهم يساعدون كذلك في هذه الزيادة. ماذا ممكن أن تقول في هذا الشأن؟ أقول في هذا الشأن أن الالتزام بالاشتراطات الصحية هو يعني الأمر الأساسي في مواجهة هذا الوباء أو أي متحور جديد. علينا أن نلتزم بالتقارير التي تأتي من المختصين ومن المراكز يعني الصحية والطبية. نعم يعني كثير من التقارير التي تشير من أن هذا المتحور الجديد هو أخف وطأة من الناحية المرضية ولكن أسرع انتشارا. أعتقد أننا مقبلون إن شاء الله بإذن الله على طي صفحة الوباء، خصوصا كما ذكرت التقارير المختصة في هذا الجانب سواء في جامعة أكسفورد أو مستشفى يعني واشنطن دي سي على سبيل المثال، من أن ما يقارب يعني 1% هو يعني من الذين يدخلون المستشفى من يحملون هذا المتحور الجديد، وأغلب 1% من يعني غير الملقحين أو غير من لم يأخذ الطعوم الواجبة في هذا الجانب. لذلك الالتزام والاستمرار في لبس الكمامة والالتزام في التباعد أعتقد أنه هو يعني سيكون الواجهة لمواجهة هذا التحور الجديد، وأعتقد أننا إن شاء الله على اعتاب نهاية هذا الوباء بإذن الله. نعم، نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء. وبالفعل أستاذ رشيد اتفق معك فيما جئت فيه بأن الالتزام بالإرشادات الصحية هو يعني السبيل الوحيد لمواجهة الفيروس ومتحوراته. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة الدستور بعنوان دعونا نتفائل لرشيد حسن، يقول فيه: لا نملك إلا أن نتفائل، ونحن نستقبل عاما جديدا لا يعلم إلا الله ما يخبئه لنا، رغم أن المقدمات لا تبعث على الفرح، خاصة إذا علمنا أن العام المنصرم 2021 سيصب كل أوجاعه في طاحونة العام الجديد. إلا أننا رغم كل ذلك نصر على التفاؤل، فهو السبيل الوحيد أمامنا والسبيل الوحيد لنبقى صامدين واقفين كأشجار الزيتون، لا تخاف ولا نخشى رياح الغاصبين الهوجة. نتفائل ونتمنى أن يكون هذا العام هو عام نهاية وباء الكورونا، وهذه الأمنيات مبنية على تفاؤل عدد كبير من علماء الأوبئة الذين يميلون إلى الاعتقاد بأن متحور أوميكرون سيكون هو آخر المتحورات، وسنشهد انحسار الوباء وليس اختفاءه، ليصبح مرضا موسميا كالأنفلونزا، ويصبح التطعيم أمرا سنويا للوقاية من مضاعفاته. رأي العلماء مبني على أن هذا المتحور ضعيف وأقل شراسة من متحور الدلتا، صحيح أنه سريع الانتشار ولكنه أقل خطورة من الدلتا، وأعداد الوفيات بسبب أوميكرون أقل كثيرا من مثيلاتها بسبب متحور الدلتا. بالفعل مشاهدينا نتمنى أن يكون هذا المقال دعوة للجميع إلى التفاؤل بالعام الجديد بأنه يكون نهاية الفيروس ومتحوراته. ننتقل الآن إلى الكاريكاتير. كاريكاتير اليوم أستاذ رشيد من صحيفة القدس، تعليقك. تعليق هو كاريكاتير معبر جدا لما تمر به القضية الفلسطينية، خصوصا وقبل أيام قليلة كان هناك قصف من الخيار الصهيوني بقطاع غزة، وهذه الصورة هي صورة معبرة تؤكد على تمسك يعني فلسطين أو الشعب الفلسطيني بحريته مهما كان الثمن، لدرجة أن ليس بمانع من أن يزحف الفلسطينيين من أجل يعني رفع راية الحرية وراية الدفاع عن الأرض ومكتسباتها. نعم، نسأل الله العون والنصر للشعب الفلسطيني. الصحفي البرلماني رشيد الفعم، شكرا جزيلا لوجودك معي في هذه الحلقة. ونشكركم مشاهدينا على متابعتكم برنامج من شيت الصحافة. إلى اللقاء.